مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة رائد العربي. في هذه الحلقة سوف أشارككم قائمة أو أضخم قائمة أسعار هواتف في الجزائر. أحببت أن أقدم لكم كطلب بناء على طلب الجميع الذي يطلبون مني في تعليقات ما هي أسعار الهواتف في الجزائر لشهر سبتمبر أو الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر. أحببت أن أقدم لكم هذه القائمة الكبيرة المتكونة من هواتف سامسونج وأيضا أوبو وريدمي والريلمي. هذه القائمة بالتفصيل وبالأسعار في سوق أو حاسبة في الجزائر، بمعنى هذه هي الأسعار أو أقل الأسعار في الجزائر للهواتف الذي القائمة العريضة التي سوف أقدم لكم من أسعار الهواتف. لذلك حتى لا أبخل عليكم في أي شيء، لا تبخلون فقط بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديد القناة دائما. حببت أن أضعها لكم على شكل قائمة ورقة بدل أن أقوم بالأسلوب الذي اعتاد عليه الجميع، وهو أن يقوم بفيديوهات أو صور لهواتف ويقومون بعرض الأسعار. لذلك نبدأ بأول سلسلة وهي سلسلة الريدمي. بهواتف الريدمي نبدأ بأول هاتف وهو هاتف ريدمي نوت 8 برو. بالخصائص الخاصة به هي 4 في جيجا و64 بسعر 44 ألف، بمعنى 4 ملايين و400. أيضا نوت ويت برو 128 جيجا و8 جيجا بايت في الرام بسعر 4 ملايين و800. أيضا ريدمي ناف ب 64 جيجا في التخزين و 4 جيجا بايت في الرام بسعر 32، بمعنى 3 ملايين و200. أيضا ريدمي نوت ناف ب 128 جيجا في الرام بسعر 4 ملايين و200. أيضا هاتف ريدمي نوت ناف برو 128 8 جيجا بايت في الرام بسعر 5 ملايين و300. أيضا ريدمي نوت ويت تي ب او نوت ويت تي 64 4 بسعر 3 ملايين و800. ايضا نوت ناف اس ب مليون 4 ملايين و900 ب 128 جيجا و6 جيجا بايت رام. ايضا لدينا هاتف شاومي مي 9 ناف او 9 تي ب 6 ملايين و500. ايضا ننتقل الى السلسله الاخرى وهي سلسله الريلمي بأسعار هواتف الريلمي في الجزائر. نبدأ بالريلمي 6 وهو الهاتف الذي دخل السوق مؤخرا بسعر 4 ملايين و800. أيضا لدينا هاتف الريلمي ويت برو أو ريلمي 6 برو بسعر 6 ملايين و200، لخصائص الخاصة به هي 128 و6 جيجا بايت في الرام. أيضا الريلمي إكس 2 ب 5 ملايين و800 128 6 جيجا بايت في الرام. ايضا ننتقل الى السلسله والقائمه العريضه الخاصه بهواتف سامسونج، والتي نبداها بهاتف الا 09 بسعر 2 ملايين. ايضا عندنا الام 0A بسعر 2 ملايين و600. ايضا الهاتف ام 11 ب 3 ملايين و100. عندنا الام 21 اس ب 4 ملايين و200. ايضا الام 30 ب 3 ملايين و600 64 4 جيجا بايت في الرام. ايضا لدينا هاتف ا سامسونج A10S 32 3 جيجا بايت في الرام ب 2 ملايين و700. ايضا القائمه متواصله بهاتف الام 21 بسعر 5 ملايين و400. ايضا هاتف سامسونج A51 بسعر 6 ملايين و100. ايضا لدينا هاتف الام 21 بسعر 4 ملايين و500. لدينا ايضا هاتف A31 بسعر 5 ملايين و300. ايضا هاتف الا 71 بسعر 7 ملايين. ايضا هاتف الا 50 اس بسعر 5 ملايين و200. لدينا هاتف ايضا سامسونج ام 31 بسعر 5 ملايين و400، وهاتف الام 30 بسعر 3 ملايين و500. هذه القائمة الخاصة بهواتف سامسونج. ننتقل الى القائمة الخاصة بهواتف الاوبو، وهي هاتف نبدأ باول هاتف وهو الهاتف الا 1K والام K ب 23 بمعنى 2 ملايين و300. ايضا هاتف الا 52 بسعر 4 ملايين و800، وهاتف الا 31 بسعر 3 ملايين و300. هذه هي القائمه التي احببت ان اجمع وجمعتها لكم. قمت بمجهود كبير حتى تحصلت على هذه القائمه الكبيره والعريضه التي ارهقتكم انتم المشاهدين في قراءتها، لكن ساعدتكم في قراءتها وقدمت لكم جميع الاسعار. هي أسعار مرتفعة نوعا ما، لازالت الأسعار مرتفعة، نعم انخفضت كثيرا بالنسبة للأيام السابقة، لكن أصبروا شوية برك وراح تشوفوا الانخفاض الرهيب الذي راح يحدث في التليفونات، فقط لأن بدأت تبدل الحالة بشوية شوية، بدأت ترجع الحياة العادية
وان شاء الله برك يرجعوا الاسعار كما كانوا مقبل، كما كانت مثلا نقول هذه الا زيرو ناف، راهو السعر الحقيقي تاعها راهو 1,600,000، راهي زايده ب 400,000 كامله، بمعنى وكاع الهواتف كل واحد راهو في مجموعه من الاسعار راهي رايحه تخفض ب 400 500 400 500 وحتى المليون، لان كما لاحظنا سابقا ايضا هناك مشكله في سامسونج كما راهم يقولوا، مشكله سامسونج او الريلمي النوت ويت برو، الريلمي نوت ناف والريلمي نوت ناف برو، بمعنى الكاميرا تتوسخ بزاف، تدخلها الغبرة والطراب تدخلها بزاف. المشكل في التليفون انه التليفون ماهوش مغلوق مليح، ماهوش مغلوق مليح، هذا هو السبب اللي خلى التليفون يتوسخ الكاميرا تاعو بزاف. والحل تاعو ما عندوش حتى حل في الجزائر، لانه في بالك قادر تكون في محلات في كيما نقولوا في اوروبا وغير ذلك، تدي التليفون لمراكز الصيانه الخاصه بهم بالشركه نفسه حد ذاتها، يقومون بتنظيف الهاتف ويعيدونه لك دون اي بدون ان تدفع اي شيء، فقط تقدم الهاتف يقومون بتنظيفه ويعيدونه لك مجانا. لذلك هذا بحاجتنا في حلقه اليوم، اتمنى ان اكون قد ساعدتكم في هذه القائمه، نراكم في موضوع لاحقه والسلام عليكم.